لدي لكن أكو شيء تساؤل اسمه قطع خاطف غيار. وسريع قليلا، هل فعلا هنالك وحدات سرية تعمل لصالح الأمريكي داخل الأراضي العراقية؟ إن كانت إجابتك نعم فهذا يعني أن عدم تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية كتواجدها. يعني فقط عيد السؤال، وحدات سرية للجيش الأمريكي تعمل داخل الأراضي العراقية كالوحدات السرية المتواجدة على أفغانستان؟ لا لا، ما اعتقد، يعني ما اعتقد هالشيء هذا موجود. يعني اكيد كان العالم كله عندهم موبايلات، بس يشوفون امريكي بالشارع او جيش امريكي او مدرع يصوروه ويدزون لنا اياها. لا ما اعتقد هالشيء موجود، هم موجودين داخل القواعد، داخل القواعد وبصفه مستشارين ومدربين وداعمين، يعني شركات دعم الحياه عندهم، لان هم بالمناسبة مستشاريهم ومدربيهم من كل الدول، أكلهم شربهم دعمهم هذه كله يعني يجلبوه معهم، لا يعتمدوا على العراقيين. تصوري حتى مولدات الكهرباء ما يعتمدون بها على المولدات العراقية والكهرباء الوطنية العراقية. فلذلك أكيد إذا أنا بالنسبة لي لم تصلني أي معلومة حول هذا الموضوع، نعم، أنه موجودة وحدات سرية أو شيء، لم تصلني أي معلومة حال. بس لكن أقول لك هم مسيطرين علينا من الجو، يعني هذا الموضوع واضح.